حبيبتي ماما، كيفك؟ أنا كتير حابة أحكي لك عن هذا الموضوع اليوم لأنه موضوع بغلب، وكتير من الأمهات بيراجعونا على عيادة الأطفال عشان هذا الموضوع اللي هو موضوع الإمساك. هلأ كتير مهم عندك إنك تعرفي إيش الإشي الطبيعي وإيش الإشي اللي غير طبيعي حتى تقدري تقرري إنه هذا الطفل عنده إمساك ولا ما عنده. يعني الطفل برضع رضاعة طبيعية واللي نصحنا فيها، الطفل اللي برضع رضاعة طبيعية ممكن يخرج بأي لحظة، يعني ممكن مع كل رضعة برضعها تلاقي الطفل أخرج، وممكن يقعد 5 أيام لأسبوع ما يخرج. هلأ إذا أخرج وكان بطنه طري وحسيتي إنه مش متوجع ولا عم يبكي وكان طري المادة الفضلات اللي بخرجها، هذا بيكون وضع ممتاز. إذا حسيتي إنه ابنك عم يتوجع ويتمغص كتير وصارت تطلع الفضلات بشكل قاسي أو بشكل متقطع، فهون هاي الإشارة الحمراء اللي بتقوللنا إنه لازم ناخد الطفل على الدكتور، معناته بلش عنده إمساك. الأطفال اللي بتناولوا الحليب الصناعي كمان النسبة عندهم للإخراج بتكون يا أما 3 مرات باليوم يا أما مرة كل 3 أيام، وبالتالي هذا المدى الطبيعي لنسبة الإخراج عند الطفل. إيش الأشياء اللي أنتي مفروض تراعيها إذا كان ابنك عم يأكل وحتى ما توصلي لمرحلة إنه يتضايق وإنه يصير عنده هاي الإمساكات؟ أهم إشي تراعي جداً بأكله إنه يكون في ألياف، يعني الألياف الكتيرة بتساعد على انتظام حركة الأمعاء وبتعمل على إخراج الفضلات من الأمعاء بطريقة سليمة وسوية. بنفس الوقت لازم يتناول سوائل ومياه كافية لأنه كمان السوائل بتساعد على هاي العملية. هلأ في بعض الحالات المرضية اللي ممكن تعمل عند الطفل إمساك، وبالتالي إذا ابنك كان عنده أو وصل لمرحلة الإمساك، مش أنا والله بس بسأل الجارة أو بتطلع على اليوتيوب أو بتطلع على الجوجل، لا، بدي أخذه للدكتور حتى الدكتور يقرر هل هو هذا الوضع نتيجة الأكل ولا هذا الوضع ناتج عن حالة مرضية. يعني في بعض الأطفال بيكون عندهم نقص بالغدة الدرقية بصير عندهم إمساكات، بعض الأطفال اللي عندهم حساسية القمح 10% منهم بيكون حضورهم للطبيب أو بتبين عندهم المشكلة بسبب الإمساك. وبالتالي أنت كسيدة واعية وكأم تحرصي على سلامة ابنك لازم تتأكدي من هاي الأمور، لازم الطبيب يتأكد كمان إنه ما في عنده اللي هو الشق الشرجي أو الناسور. هاي أمور كلها لازم يفحصها الطبيب ويطمن عليها، وبعدين أنتي تصيري تتابعي عنده. لازم جدا تنبهي ابنك إنه بالوقت اللي إجا الرغبة إنه يروح على استعمال الحمام لازم يستعمله، لأنه إذا بيضله ما بده يروح وبيضله يلعب بالتالي هو رح يكسب انه زيادة بعملية الامساك ورح تتخربط حركة الامعاء عنده. فهاي من التعليمات اللي كتير مهمة انك تنبهي اياها. كمان تقدري توعي انه بعد الاكل بفترة معينة، خلينا نقول بربع ساعة بثلث ساعة، يتعود يوميا انه يروح يقعد يستعمل الحمام سواء كانت عنده الرغبة او بعدم وجود الرغبة انه يستعمله. هذا الموضوع يمكن تلاقوه أنتوا شوي منفر، بس أنا بالنسبة لي كطبيبة أطفال وكطبيبة مستشارة في مجال تغذية الأطفال بيهمني كتير هذا الموضوع، وكتير من الأطفال بيراجعونا بهذا السبب. حبيبتي ماما، كتير مهم أنه نتأكد من الأعراض اللي هي بداية الإمساك عند الطفل حتى ما نفوت بالمتاهة وحتى ما نوصل لمرحلة إنه الطفل يصير عنده سلس بالفضلات، يعني تخيل يروح على المدرسة أو يكون بالحضانة ويكون عنده هاي المشكلة. لازم تتأكدي إنه ما عنده هاي الأعراض، وإذا في عنده أي أمراض يعالجها الطبيب، لأنه في كتير أمراض ممكن إنه نعالجها ونتخلص من هاي الأعراض. شكراً كتير لكم، نلقاكم على خير ويعطيكم العافية.